نفسي اعدل ساعات نومي بس للاسف مش عارف. كلنا طبعا عندنا مشاكل في النوم. انام ربع ساعه، اصحى ساعتين، نص ساعه، ساعه. بيسبب صداع والم. ضع رهيب. لا يعيرها معظمنا انتباها، لكن اضطرابات النوم هي مشكله شديده الانتشار. باخد فتره طويله على ما بنام، بس يعني بنام يعني. يحصل لي ارق بالليل او مثلا الساعه 3، ابص الموبايل 3 بالليل اغفل شويه، الا بقت الساعه 4:30 اقوم اغفل شويه، فاهم ازاي؟ النوم متقطع كتير قوي بصفه مستمره لحد كبير. ممكن انام ربع ساعه، اصحى ساعتين، نص ساعه، ساعه كده، يعني المحصله ان هي تقريبا ساعتين، ساعه، 3 ساعات بكتير قوي. بيأثر عليا في مثلا الذاكره بتاعت البني ادم، بيأثر عليا مثلا في ممكن انام على نفسي وانا قاعد، بيأثر عليا مثلا في تركيزي، بيسبب لي صداع طبعا، بنام اقل فبصحى تعبانه اكتر، فما بستفدش قوي يعني بالنوم اللي انا نمت. ما بقاش متزنه، مودي مش حلو، فبضطر اشرب قهوه، اشرب شاي لحد كبير يعني عشان يومي اعرف عادي كويس. انا مودي ما بيبقاش حلو لو مش نايمه كويس. تتخطى المشكله حدود المود الجيد او السيء، فالنوم علميا هو عمليه ضروريه لانعاش المخ وللسلامه العصبيه والذهنيه، لذلك تعد اضطرابات النوم خطيرة جدا، خصوصا إذا وصلت إلى الأجيال الأصغر سنا التي يفترض أن تنعم بنوم هادئ. طبعا عندي النوم مش مستمر، على طول بيكون نوم متقاطع، وده بيسبب لي ضغط طبعا. الواحد بينام نوم متقطع أصلا بعرفش ياخد كفايته من النوم، فده بيأثر عليه أصلا في وقت المذاكرة بتاعه. هرمون النمو إن هو بيشتغل من 9 أو من 10 ل 12 بالليل، دي الذروة بتاعته، البيك الماكسيمم بتاعه. فعشان كده الأجيال اللي هي الجديدة دلوقتي اللي هي مرتبطة بالنت والموبايل والسهر والتلفزيون لحد الصبح شغال، الأجيال دي كلها تلاقي كلها أقزام كده، حاجات صغيرة خالص يعني. الجسم أكيد بيبقى مرهق وعناية بتوجعني بسبب قلة النوم. تؤكد الدراسات والأبحاث العلمية أن من يعانون من اضطرابات النوم يصبحون أقل قدرة على التركيز والتعلم والتذكر، وأكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب انخفاض المناعة ولزيادة الوزن وللإصابة بالاكتئاب. وهو ما يعني أن سؤال كيف نتخلص من اضطرابات النوم هو سؤال ملح وجوهري لنا جميعاً.